حميدة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، سبحانك لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وزكاتنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا مهتدين. اللهم بارك لنا وفينا وعلينا واجعلنا مباركين. اللهم قبلنا وتقبل منا واجعلنا مقبولين. اللهم اجعلنا من المتقين الفائزين، المؤمنين القانتين، الخاشعين، الصادقين، الصابرين، الآمرين بكل معروف والناهين عن كل منكر، والحافظين لحدود الله. واجعلنا اللهم من الصابرين. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المنافقين الضالين، الكافرين الكاذبين. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والحسد والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. اللهم أحسن أعمالنا كلها يا رب العالمين، واجعلنا من المحسنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم في الشام. اللهم كن معهم في مصر. اللهم كن معهم في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم وثبتهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا طالبا إلا أعطيته، ولا عازبا إلا زوجته،
ولا ضالا إلا هديته ولا إماما إلا عدلته. اللهم تقبل هذا الدعاء اللهم تقبل هذا الدعاء اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل أعمالنا. اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا ورجالنا ونساءنا واغفر لأولادنا اللهم اغفر لأولادنا اللهم اهدهم في هذه البلاد اللهم ثبتهم واجعلهم من العباد العباد الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساءنا اللهم اهد نساءنا اللهم ارحم والدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى يا كريم اللهم اجمعنا وإياهم في الجنة يا رحيم. اللهم إنك عفو كريم حليم جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا هذا الشهر المبارك اللهم تقبل منا كل عمل فيه وبارك لنا فيه. اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر وصل اللهم وبارك على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.